ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ ازيك يا دينا؟ ها، جربتي ولا لأ الروبكس كيوب؟ لما اشتريتها وجربتها بنفسي ومشيت معاك خطوة بخطوة لقيتها أحسن كتير. برافو عليك. طيب يبقى انا دلوقتي هنراجع بسرعة اللي احنا كنا عملناه لحد الجزء اللي احنا كنا وقفنا عنده. هنخلي الابيض بتاعنا في النص تحت، ونبتدي نلف كده ونشوف الابيض اللي في النص عشان نرفعه فوق. اهو ادي واحد، نلف ده كده ونجيبه. تمام، نلف 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 نلف. فين تاني ابيضات؟ اهو تحت، في تحت واحد في النص، ممكن نرفعه كده مثلا. تمام، وده نرفعه كده، نلفه كده ونقوم رافعينه كده. تمام، وده ممكن نلفه كده اهو ونجيبه كده مثلا. اهي ماشي، نلف ده كده، هتقولي ده كده مثلا، كده 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 اهو. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، والابيض بتاعنا اللي تحت، وده احنا يمكن شفناه في الحلقات اللي فاتت. بعد كده هنشوف اللون اللي جنب اللون الابيض ونلفه 180 درجة، احمر مع احمر نلفه، ازرق مع ازرق نلفه، اورنج مع اورنج هنلفه. خلاص كده احنا كوننا تحت البوزيتيف الابيض. اوكي، بعد كده هنيجي نشوف الازرق مع الازرق دياجونال، هنقوم رافعين سحب عليا ومنزله. المفروض انتوا بقيتوا اسرع، ولو في حاجه فايتاكوا رجعوا الحلقات اللي فاتت بتاعتنا. طيب هنلف، ادي الابيض تحت، هنقوم رافعينه وهنجيبه كده شويه وننزل تاني، واجيب الابيض مكان الحته اللي انا عايز انزله فيها وهرفعه وهجيبه عليا مرتين، واحد اتنين، وهنقوم منزلين ونيجي نشوف اللون ده دياجونال، ارفع هات عليا ونزل. ماشي، نكمل. ادي ابيض، هنقوم رافعين ساحبين علينا ومنزلين ونرجعه تاني، وبعدين نقوم رافعين وجايبينه مرتين وهنرجعه، وبعدين نيجي نشوف اللون اللي جنبه. لف كده معايا اهو دياجونال، هنرفع ونجيب علينا وننزل. ايه تاني ايه تاني ايه تاني؟ اهو ابيض هنا، هنجيب الابيض في الحته اللي احنا عايزين ننقله فيها، يعني هنلفه كده بالظبط. خلاص الابيض فوق في الحته دي سهله خالص، هنرفع وهنسحب علينا مرايه وننزله، بعدين هنرجعه تاني. خلاص، بعدين هنقوم رافعين جايبينه مرتين ومنزلين، ونيجي نشوف اللون اللي هنا احمر، ادي الاحمر، هنرفع ونرجع ونجيب، ادي الابيض بتاعنا اللي اتفقنا عليه، وادي حرف التي اللي قلنا موجود في كل الالوان، ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة. طيب لحد كده كانت الحلقة بتاعتنا اللي فاتت. دلوقتي احنا عايزين نخلي الصف الاولاني زي ما احنا شايفين كله متظبط، عايزين نخلي الصف التاني نفس اللون بالظبط. هنعمل ايه؟ هنضطر ننقل النص اللي موجود فوق، ادي واحد وادي التاني وادي التالت وادي الرابع، الانصاص دي لازم تتنقل في الكورنرات هنا مظبوطة. عشان تتنقل دي مظبوطة نبتدي نشوف هنعمل ايه. ادي النص الاولاني، النص ده عبارة عن برتقاني واخضر، برتقاني على برتقاني، وبرتقاني هنا جنبه الاخضر هنا، بس المربع ده هضطر ابعده بعيد. يعني انا كده بجيب نفس اللون واللون ده جنب اللون ده، خلاص، بس ما بخليهاش جنبها، ببعدها كده بالمنظر ده. تمام، طب احنا بعدناها، هنرفع الشمال، هي دلوقتي بقت في اليمين، هنرفع الشمال ونسحبها عليها ونرجعها تاني، خلاص، ونرجع ده تاني، ونفتكر اللون الابيض مع الدياجونال، يعني معناه ان انا هرفع وهجيب عليا وهنزله. اهو اتنقلت، الكورنر اللي كان فوق نزل فين؟ نزل تحت. ممكن اعملها في واحده تانية، ده ازرق وده برتقاني، فين الازرق؟ اهو الازرق، هنجيب الازرق مع الازرق والبرتقاني مع البرتقاني، يبقى احنا هنبعد ده بعيد، هنوديه بعيد، وهنرفع الشمال وهنسحبه ناحيه المربع اللي احنا وديناه، وهنرجع ده تاني تحت، وهنرجع اللي فوق تاني، ابيض برتقاني دياجونال. هنقوم عاملين ايه؟ هنرفع ونجيب علينا وننزل. اهو المربع اللي كان فوق نزل فين؟ نزل تحت. طيب
تاني، اعملها تاني. ادي الاحمر وادي الاخضر، هنقوم جايبين الاحمر مع الاحمر اهو. فين الاخضر؟ الاخضر هنا، ما ينفعش يبقوا جنب بعض، هنقوم مودينها بعيد وهنرفع الاتجاه اليمين ونوديه ناحيه المربع بتاعنا اهو، وننزلها تاني ونرجع ده، واصبح دلوقتي ابيض مع اخضر. وفي دياجونال هنقوم رافعين ساحبين علينا وهننزل، الكورنر اللي كان فوق نزل تحت. في ايه تاني دلوقتي؟ الازرق والاحمر، تعالوا بقى نجيبها، ازرق مع ازرق واحمر هنا، ما ينفعش دول يبقوا مع بعض، هنقوم مودينها بعيد، هنرفع اليمين، هنسحب مكان المربع اللي وديناه على الشمال وهننزل وهنرجعها تاني. ونجيب الاحمر مع الاحمر دياجونال بالمنظر ده، ونقوم ارفع اسحب عليك نزل. بالمنظر ده احنا خلينا الصفين بتوعنا زي ما احنا شايفين لونهم ثابت واللون الابيض متكون. سهلة. ودلوقتي نشوف فيديو بسيط مجمع لنا المرحلة اللي احنا عملناها النهاردة. باي باي. المريونيت عليك.